بدك تطلع ما في مشكلة، نسجل هاي المحاضرة مسجلة إن شاء الله بنحطها ما في مشكلة. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. طيب، فاللي كنا نحكي فيه احنا انه احنا بنعرف الاوبن ام بي، بنعرف البارلل ريجن، بنعرف السكشن، بنعرف البارلل فور، بنعرف شو كمان نعرف، بنعرف الفاريوس كونستراكت اللي استخدمناهم احنا، مرات بدنا نو ويت، مثلا مرات بدنا بارير مشان نعمل حاجز مثلا معين مشان نحدد الداتا. بس اليوم بدنا نحكي بشكل، خلينا نحكي مفصل عن الداتا انفايرمنت. والداتا انفايرمنت لما نجي نحكي عن داتا انفايرمنت بهمنا قيم الفاريبلز. احنا بنحكي عن الاوبن ام بي وبنحكي عن شيرد ادرس سبيس، فهاي بصير بسبب كثير خلينا نحكي نوع من السايد افكت، لانه ممكن الثريد يغير فاريبل والثريد الثاني ما بيعرف عنه، واذا احنا كبروجرامرز ما حطيناهم ما حميناهم او نظمناهم ممكن نقع في مشكله، بالذات انه معظم الفاريبلز بتكون شيرد باي ديفولت ما بين الثريدز، فبدنا نحدد احنا هالاشياء. فبدنا نتعلم الاشي اللي نحكيه هنا اللي هو الداتا انفايرمنت. فبشكل عام لما تحكي داتا انفايرمنت احنا بنحكي عن شيرد ميمبر بروجرامينج، مش هيك؟ بنحكي عن شيرد فاريبلز، هذا الاشي اللي بهمنا. بدنا نعرف كيف نحدد هالفاريبلز هذول يكونوا شيرد، هل يكونوا برايفت؟ يعني هو بالاخير عندنا نوعين، برايفت او شيرد. في انواع خاصه منهم اللي برايفت، مثلا بنقول فيرست برايفت او لاست برايفت، هذول نوعين خاصين من البرايفت، لانه هل بدك اياهم برايفت وانيشلايزد ولا بدكيش اياهم انيشلايزد، هاي هي بتفرق البرايفت عن الفيرست برايفت. واللاست برايفت هل بدك القيمه اللي تعدلت جوا اخر ثريد تنتقل للجلوبال فاريبل او للاصل ولا لا. وفي عندنا كونستراكت كويس او اللي هو او مهم كثير مرات نستخدمه لما بنيجي نعمل خلينا نحكي كولابوريشن على ريزلت، مثلا بدنا ثريد يجمعوا لي محتويات الاري، طب كيف بدي يجمعوا لي اياهم، او يضربوا لي محتويات الاري في بعض، طب كيف بدهم. فمرات نستخدم احنا الريدكشن هاي افيشنت اوبريشن مشان نجمع ريزلتس سب ريزلتس من اكثر من اكثر من من مكان. فهاي شغله ممكن تكون مفيده لنا. طيب، فاذا بدك تفصيلهم الكلوزز اللي عندنا اللي بنحكي عنهم، في عندنا شيرد، وزي ما حاطلك انا في التابل هون شو معنى شيرد. فالديفولت بيهافير هو شيرد باي ذا واي. فالشيرد هو ايش بنحدد هسه بنشوفهم في اكزامبلز، وانا اوريدي على الويب سايت حاطط لكم مجموعه من الاكزامبلز، فلما ترجع على الويب سايت هون بتلاقي هاي في اكزامبل، حتى اكثر من اكزامبل لكل خلينا نحكي واحد منهم. طيب، فالشير شو معنى الشير؟ It specifies that one or more variable should be shared among all threads. والديفولت هو شيرد، إذا ما حطناش الشيرد وما حددناش فهو الديفولت شيرد، زي ما راح نشوف كمان شوي في الاكزامبلز. البرايفت إنه بدنا نغير الفاريبل اللي كان هذا معرف برا خارج البارلل ريجن، بدنا نعمله احنا بدنا نعمله برايفت within الثريد. فبيجي كل ثريد بنعمل له كوبي خاصة فيه نفس النوع، ما هو الفاريبل معرف برا واحنا بدناش نعرف فاريبل جديد، احنا بدنا ناخذ هالفاريبل نعيد استخدامه في الثريد، مش هيك؟ بدون ما ناثر على الفاريبل الاصلي. فهذا الحكي بصير ايش؟ انه ممكن نحدده ونخصصه في البرايفت. فالبرايفت سبيسيفاي ذات ايتش ثريد شود هاف اتس اون انستنس، فاوتوماتيكلي هو بيعرف لك فاريبل جديد بنفس الاسم، عشان هيك الكود بضل شغال وامور كويس. الفيرست برايفت هو حاله خاصه زي ما بتشوف هنا، سبيسيفاي ذات ايتش ثريد شود هاف اتس اون انستنس of a variable. فإذا حددت الفاريبل هذا هو first private فهو private، فكل thread عنده variable خاص فيه. and النقطة وين؟ إنه إيش؟ initial value initialize with the value of the original variable اللي راح يكون برا. طبعاً الحكي بجوز لحد الآن جاف شوي، مش راح تحس فيه غير لما نشوف المثال. last private نفس الإشي، بس بأخذ القيمة بطلعها برا. reduction إشي ثاني، والديفولت default اللي هو أصلاً shared. يجي نشوف في الاكزامبل شو معنى الحكي. فبشكل عام inside the parallel region there are two types of data، يا اما private او shared. طيب شو هي shared؟ كيف نستعملها؟ في عندنا كلمه محجوزه shared بنوديها زي الفانكشن هيك، بنحط اسماء الفاريبل. فالفار هون ممكن يكون فاريبل واحد، ممكن يكون اكثر من فاريبل، ممكن يكون مثلا x بعديها y بعديها بجوز T. فهذول الفاريبلز بتحددهم على انهم شيرد، كوما سيبريتد فاريبلز، بتحطهم جوا ها
هذول الفاريبلز تحطهم محل البار هون بيكونوا هذول الفاريبلز بيكونوا شيرد. معناته ايش؟ معناته اذا واحد من الثريد غيرهم راح يتغيروا عند البقيه، راح يتغيروا عند الاصل، عند بقيه الثريد وعند الاصل. فهاي لها سايد افكت كبيره، بدنا ايش ممكن تسبب لنا اشكاليه، فبدنا نكون حريصين في استخدامها. فبكون عندي variable list، مش شكل بار هي عبارة عن variable list are declared outside the parallel region، وبعدين ممكن نأخذهم إحنا نتغيرناهم جوا ال variable أو جوا الثريد بتغيروا برا. طيب الشيرد هاي تنطبق على البارالل وعلى الفور وعلى السكشنز. احنا اخذنا السكشنز واخذنا البارالل فور واخذنا البارالل ريجن، فممكن نستخدم الشيرد مع أي واحد من الثلاثة هذول بس. طيب فزي ما حكينا ممكن نشوف عليها مثال. شو معنى المثال؟ مثال احنا هذا جزء من برنامج، هذا مش مكملين احنا البرنامج، جزء من برنامج. افرض انه في عندي انا برا البارالل ريجن في عندي فاريبل اسمه اكس، وهل اكس مثلا فيه 5 somewhere before البارالل ريجن. دخلت البارالل ريجن، الان عرفت براغما قلنا او ام بي بارالل، وحددت نمبر اوف ثريدز مثلا، كان محمد كنا اقول او ام بي سيت نمبر اوف ثريدز، او باستخدام البارالل ريجن استخدمت النمبر اوف ثريدز هاي هون مع البارالل، وقلت عدد الثريد 4. الآن لما أجي أقول هذا الإشي، أقول X بتساوي X زائد 1، أنا هذا الكود اللي هون في كم ثريد راح يتنفذ؟ هذا الكود اللي هون راح يتنفذ في 4 ثريدز يا شباب. طب إذا هذا الكود يتنفذ في 4 ثريد، معناته الستيتمنت X بلس 1 راح X بتساوي X زائد 1 راح تتنفذ 4 مرات، والبرنت ستيتمنت أكيد راح تتنفذ 4 مرات في 4 ديفرنت ثريدز، وأنا ما بعرف مين الثريد اللي بده يطلع ومين الثريد اللي بده يفوت. هاي شغلة. فلما اجي اطلع هون بدي الاقي قيمه للثريد اكس. الان الاشكاليه في القيمه هاي تاعت الثريد اكس انه ما بضمن انها تكون 9. انا بلشت في 5، الثريد الاول بضيف عليها 1 بصير 6، الثريد الثاني بضيف عليها 1 بصير 7، الثريد الثالث بضيف عليها او الاول 6، الثاني 7، الثالث 8، والرابع 9. بس انا لما بطلع هون ما بضمن انها تكون 9. بيجي واحد بيقول لك هي دكتور كيف؟ طيب هم هذول 4 ثريدز ومشيتهم في 4 مرات ونفذوا. بس بتلاحظ انه الاكس، يعني اذا في واحد شاطر، وين احمد مشون اليوم؟ يمنى ولا مين عندي؟ حسني موفق. نعم دكتور. يا حسني، مين بيقدر يقول لي انه ليش ما بضمن انه القيمة بعد البرر ريجن تكون 9؟ دكتور ممكن الاكس تكون 6 في لحظة ما يزيد يعني عليه. شو اللي بصير؟ اللي بصير انه اكس بتساوي اكس زائد 1، هاي مش اتوميك اوبريشن. شو معنى الحكي هذا؟ انه هاي الاوبريشن ما بتتنفذ في 1 ستيتمنت في 1 سي بي يو سايكل. فممكن للحظ، يعني هي ما بتعتمد، هي هاي هون الاشكالية النون ديترمينزم. ممكن للحظ انه انا بعمل اكسكيوشن، هاي الاكس بتساوي اكس زائد 1 هي عبارة عن 3 statements. شو هم 3 statements؟ load قيمة اكس، increment قيمة اكس، زي ما كنت تاخذ في الكمبيوتر اركتكتشر، مش هيك؟ لما كنت تاخذ كيف الامور بتتنفذ، انت بتعمل load للاكس من الميموري من الرام، بتحطها في ريجستر في السي بي يو، بعدين بتعمل increment للاكس، بعدين بتعمل ستور للاكس، بتعدل قيمه الاكس. عشان هيك احنا بعد نقول اكس بتساوي اكس زائد 1، مش يعني هيك معادله الرياضيات ما بتزبط، صح؟ هي اساينمنت مش معادله. فالان اذا صار كونتكست سويتش، واحد عمل لود للاكس كانت قيمتها 6 مثلا، وطلع للحظ، طلع من السي بي يو، طلع من الكور وراح على الثريد الثاني، شغلنا الثريد، عمل لود وانكريمنت وستور، رجع للثريد اللي عمل، كان عامل كونتكست سويتش بده يكمل، كان عامل لود بس ما بيعرف انه الثريد الثاني عمل ابديت، فبيجي بيكمل بعد اللود، بيعمل انكريمنت وعامل لود اوريدي قبل الكونتكست سويتش، لان بعد الكونتكست سويتش لما رجع عمل ريزوم بده يكمل، عمل X زائد 1، ما بعرف انه في حدا من الثريدز كمل او عمل انكريمنت، فممكن يجي يعمل انكريمنت ويعمل ستور ويضيع قيمه الثريد اللي سبقه. فالان شو اللي بصير؟ انه هاي X ممكن تطلع معي 9 بس بضمنهاش. وممكن هسه نجرب المثال هذا،
اذا بنيجي وين الشيل تاعي، هاي الشيل مجهز الاكزامبلز اللي موجوده عندكم على الوضع على الويب سايت. فاذا باجي انا هون بعمل كلير، ممكن كبر الشاشه شوي. فزي ما انتم شايفين انا في عندي الاس ماينس ال، عندي هيئه البرنامج الاول اللي هو شيرد رقم واحد، هذا نفسه اللي موجود على الويب سايت هون، هيئته هاي شيرد رقم واحد، الشيكه شيرد رقم واحد، هذا هو البرنامج اللي انا داتا شيرد رقم واحد. فاذا باجي الان وبعمل له جي سي سي الشيكه داتا شيرد 1 اللي هو هذا هو، باجي بعمل له داش اف اوبن ام بي، بعمل انتر، الان طلع لي اي دوت اوت جديد، بعمل اي دوت اوت، بنفذ الاي دوت اوت جديد، طلعت الرصاص 8. شو بيعمل هذا؟ هياته شو بيعمل؟ انا اشوف الكود، نفس الكود اللي موجود بالسلايد بس اللي انا حطيته في برنامج كامل، خلينا نحكي شو بعمل. هياته بعمل هياته شير، هذا هو البرنامج اللي اسمه داتا شير داش 1، داتا داش شير داش داش 1. هذا في عنده ايش؟ اكيد عامل انكلود للاس تي دي او، انكلود للاوبن ام بي، انتجر او فويد مين، ممكن هاي انتجر، بعرف زي ما بدك، بعض الكومبايلرز ممكن يزعلوا منك بدك انتجر هون، بس مش هيك، بس الكومبايلر تاعنا ما زعلش، بنعمل ريتيرن زيرو، ممكن نعمل شيء هذا، ما عندي اشكاليه. بس الاشكاليه وين؟ الاشكاليه في الفاريبل. At some point هون انا عرفت فاريبل اسمه اكس قيمته 5، كان له قيمه قبل ما ادخل البرا ريجن، هي هون الفكره. جيت انا دخلت البرا ريجن، انا هاي المنطقه بدي انفذها اوزعها، نفرض انه هاي المنطقه صغيره هي، بس انا افرض انه هاي فيها شغل كثير وبدي انا اعيد تكرارها 4 مرات، يعني كاني حاطهم في فانكشن بستدعي الفانكشن هاي 4 مرات، فهذول الجمل راح يتنفذوا 4 مرات، بس المشكله راح يتنفذوا ان بارلل، كل واحد على كور، كل واحد في ديفرنت ثريد. طبعا على كور بضمنش هاي، لانه الاو اس هو بحطهم، افرض ان انا عندي 1 كور ما عندي مشكله، هم بعملوا كونتكست سويتش، اذا عندي 4 كور او اكثر افيلبل ممكن يدخلوا مع بعض. بس اللي صار انه وانا بزيد الاكس هاي، وان هاي عباره عن لود ستور، هاي تكافئ دينجرس. ليش؟ لانه هاي تتكون من 3 جمل اللي هي لود اكس، انكريمنت اكس، و ستور اكس. والله ثلاث ستيتمنتس بصيروا وين؟ في الاسمبلي، في السي بي يو انستركشنز، بصيروا على مستوى ثلاث جمل. الان 3 جمل هاي increment او add 1 to x مثلا حسب الريجستر، وحسب احنا نحكيش specific architecture، مش هيك في الاركتكتشر كنت تاخذ المبس والريسك وال بعرفش، فاحنا نحكيش عن architecture، نحكي بشكل عام. هون عندنا الانتل architecture، اكيد بالانتل ففي لها instruction زي هيك. فهاي الجمله مش 1 جمله، مش statement واحده، ممكن يصير ايش؟ ممكن تصير الكونتكست سويتش هون، ممكن تصير الكونتكست سويتش هون، اذا ممكن تصير الكونتكست سويتش اذا صارت قبل اللود او بعد الستور، ما عندي مشكله، ما راح تظهر الاشكاليه. امتى بتصير الاشكاليه؟ وعشان هيك معظم الثريدز امورهم تمام، ممكن ما يعني ما يصير، بس الاشكاليه وين؟ انه يصير الكونتكست سويتش ضمن واحدة ما بين الثلاث ستيتمنت، الان اكيد راح يصير في اشكاليه. عشان هيك لما نفذت هون طلع معي 8، اذا بنفذ مره ثانيه طلع معي 8، مرة ثالثة 8، مرة رابعة 8، 9. كنت محظوظ انه معظم الاحيان بيطلع خطأ ومرة واحدة طلع صح، مرات ممكن انه بجوز معظم الاحيان بيطلع صح بس مرة واحدة بتطلع خطأ. هاي الاشكالية، يعني بتلاقيك انه صعب تطلع تعمل ريجينيريت للايرور، ماشي؟ يعني هسه اذا برجع طلعت خطأ، فانا محظوظ نوعا ما، لان بجوز محدد نوعا ما عدد الثريدز، انا عندي ثريدز كثيره وعم حدد عدد الثريدز 4، وانا عندي اصلا 16، فممكن انا احددهم 16 هون، اكيد راح يتنفذ 16 مره. خلينا نبلش في صفر هون، نفرض انه مشان نزيد 16 مره، يعني خلينا نحكي، فلازم تكون فاينل ريزلت لازم تكون 16. اذا برجع اعمل كومبايليشن الان، فاذا باجي بعمل ايش، ما غيرت البرنامج معناته لازم انا اعيد التنفيذ، فلاحظ 11 طلعت. طب وين 16؟ كارثة كثير الثريدز اللي عندي، أما عندي هايبر ثريدنج، أنا ما عنديش، يعني عندي لوجيكال 16 لوجيكال بروسيسر،
مش هيك؟ فطلعت 11، الفرق كبير مش واحد، فرق كبير يا شباب. نفذ طلع 11، نفذ 10 كمان، 11 10 11 10 11 10، 9. فحسب 8 حتى طلعت. بس لو جيت انا قلت 2 سيبت وعادت التنفيذ، طلعت صحيحة. فمعظم الأحيان قاعد تطلع صحيحة، لأنه اثنين أنت بتحكي اثنين two threads، شو chances للtwo threads إنهم يعملوا context switch within إيش؟ within هالثلاث statements هذول اللي هون، قليلات، لأنه أصلاً عندي cores أكثر من الاثنين، فالفرصة بجوز كثير يعني كبيرة لهم إنهم يكملوا. فبجوز ما تشوفش المشكلة، شو تفكر برنامجك صحيح، بس لما بتيجي تحطه انت مجرد ما غيرت عدد الثريدز، لانه نعرف انه ممكن اغير عدد الثريدز مش من هون، من الانفايرمنت فاريبل، او ممكن اخليه الديفولت مش شكل عدد الكورز اللي عندي، فانا باي ديفولت راح يعطيني 16 مثلا، على الجهاز الثاني راح يعطيك 2 اذا عندك انتل سيلرون اي 3 او سيلرون يعني اي 3 قديم، او سيلرون عليه 2 كورز مثلا، فراح تلاقي انه الوضع مش ديترمينستيك. هي هاو النقطة، مش ديترمينستيك. شو معنى مش ديترمينستيك؟ يعني مش دائما بعطيه نفس النتيجة، behavior unexpected، مش هيك؟ فبدنا ننتبه للموضوع هذا. ليش؟ لأنه طبعا طلع احنا لحد الآن في الكود يا شباب، تطلع انا مش مستخدم ولا واحد من اللي حكيت عنهم، مش مستخدم من هاي البرة اللي بحكي عنها، ممكن تستخدم معها shared او private او first private او last private، انا مش مستخدم. فالديفولت شير طبعا انا معرفه برا البارالل ريجن، استخدمته جوا جوا البارالل ريجن، عدلت عليه، الان راح تلاقي انه التعديل هذا كان مش موفق. ليش مش موفق؟ لانه الفاريبل هذا شيرد وقاعدين بيعدلوا عليه الثريدز ومش محمي. ممكن احميه زي ما راح ناخذ المحاضره الجايه بكريتيكال سكشن او اتوميك اوبريشن، بس انا مش محمي هذا. فبيجي اي واحد ممكن كريتيكال سكشن معناته ممنع، ممكن امنع الثريد التو ثريدز انهم يعدلوا، فهاي شيء كويس. بس الان نحكيش عن الكريتيكال سكشن، احنا بنحكي عن كيف ممكن احميهم ببساطه باستخدام الشيرد. انه طبعا في بعض الاحيان لازم بدك اياه شيرد. كيف بدك اياه شيرد؟ لانه ما بتقدر انت هذا الفاريبل المقصود منه انه يكون شيرد ما بين كل ال خلينا نحكي الثريدز. مثلا حساب رقم قد كميه حسابك في البنك، اذا بتروح تسحب انت من صراف آلي، وافرض انه انت معك بطاقتين صراف آلي، فممكن تعطي واحدة لزوجتك او لصديقك وواحدة لابوك وواحدة لك، فممكن تروح على الصراف الآلي. الان هذا قيمة الرصيد الان شيرد ما بين كل الصرافات، اذا كل صراف هو عبارة عن ثريد. فهذا الحكي ما بصير انه يكون بطريقة هاي. طبعا نحميه في الصراف الآلي، نحميه بكريتيكال سيكشن، بصيرش اسحب الفلوس قبل ما خلني أحكي وخلي واحد ثاني يسحب الفلوس من نفس المكان. يعني إذا عندي 1000 دينار ممكن نسحب 2000 دينار من صرافين مختلفات، هذا الحكي ما بصير، مش هيك؟ فعشان هيك ما بينفع نحميها بكريتيكال سكشن. بس هون القيمة هاي عدلنا الرصيد، ما بصير عدل الرصيد لو هاي مثلا إكس هي عبارة عن رصيدك البنكي، أنت قاعد تعمل إيداع في أماكن مختلفة، مثلاً أنت وأصحابك كل واحد راح عمل إيداع لعشر دنانير، خلينا نحكي أو هون جزء الواحد، خلينا نحكي 10 دنانير أو 100 دينار. الآن تيجي بدل ما تلاقي مثلاً، قبل شوي كنا حاطين هذا رقم 16، بدل ما تلاقي مثلاً 160 دينار تلاقي 100 دينار أو 90 دينار. طبعاً هذا حكي ما بتقبل، فهذا اللي بصير. هو فالآن أنت بدك تكون يعني مرات أنت مضطر على الإشي هذا إنه تعمل الشير فاريبل للإكس، لأنه بدك تعدل حسابك أنت من كل صراف بغض النظر عن الصراف اللي دخلت منه الآن. فهذا الإشي، هذا الإشي مهم. طيب دائما يعني مرات الحل مش إنه أروح لبرايفت، الحل لا إنه أنا أكمل، مش هيك؟ بس بدي أكمل بطريقة صحيحة، مش بطريقة خلينا نحكي تسبب لي خلينا نحكي مشاكل في 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 الأوت. فهون مثلا لما حددنا 4 ثريد مثلا، مرات ممكن تطلع معي 9، بس مرات راح تطلع معي النتيجة مختلفة، مش 9 زي ما شفنا، مرات طلعت معك 8 أو طلعت معك شيء حسب شو اللي صار. فالشير داتا نستخدمها باستخدام الشير. طبعا الآن باي ديفولت لما ما استخدمتش أنا هون،
ما استخدمت كلمة شير، فباي ديفولت أي شيء بتعرف برا أو خارج البارلل ريجن هو شير. بس ممكن إحنا نكون إكسبليسيت وبعد ما نحدد عدد الثريدز نيجي نحدد إيش الشير. وأنا أتوقع بتصير نحطها هون كمان، يعني مش شرط إنه دائما تكون هناك في الأخير. فممكن أقول شير إكس معرفة أوريدي، أنا ما بعرف فاريبل جديد، أنا بس بقول إكس جوا البارلل ريجن هي شير، فأنا بأكد للقارئ إكسبليسيتلي مشان إذا واحد يقرأ الكود، إذا واحد يراجع وراي يقرأ الكود يعرف إنه أنا فعلاً 100% قاصد إنه الإكس تكون شيرد. بعدها دينجرس، بعدها نفس البيهيفير اللي أخذناه سابقاً، فسواء كتبتها أنت، فهون بالمثال الثاني مثلاً اللي هو الموجود عندكم إنه والله أنا جيت حطيتها شيرد، فالآن راح تعطيني نفس البيهيفير وما راح يغير، فإنه وجود شيرد هي الديفولت بيهيفير، بس هنا صارت إكسبليسيتلي بدل ما تكون إمبليسيتلي، لانه خلينا نحكي حددت شو اللي بصير عندي. طيب فهذا ما غير عندي شيء، وستيل بحصل على نفس النتائج ونفس العجله. الان النوع الثاني اللي هو برايفت عكس الشير، الشير تقدر تقول يعني هي برايفت، بجوز احنا متعودين نستخدمها مع برايفت وببليك، برايفت وببليك، بس هون نحكي برايفت يعني almost local، لوكال للثريد. لوكال للثريد معناته هو حقيقة هيك، لما تحول انت الاوبن ام بي هاد لبي ثريد هي بتكون جوا الفانكشن او بتنبعث كبارامتر، بس بالاخير منفصل يعني باس باي فاليو بتكون، فبتكيش انت تغير على الفاريبل هاد. يعني بعرفش الامبلمنتيشن كيف تتحول اكزاكتلي، بس احنا بنحكي عن انه بتضمن انه الفاريبل اكس هذا او فار في الحالة هاي عنده ستورج خاصة فيه جوا كل ثريد، فهو في شابهه بالأسماء ما في مشكلة، بس كل فاريابل عنده أو كل ثريد عنده الفاريابل تاعه الخاص فيه، وأي تغيير جوا الثريد ما راح ينتقل لبقية الثريد. فهاي شغلة، هاي شغلة مهمة. فبرايفت مهمة، نستخدمها بنفس طريقة الشير عكس برايفت، ممكن تستخدم مع البارالل، مع البارالل فور، مع السكشنز ومع السينجل. هذيك ما كناش نستخدمها مع السينجل. سينجل شفناها قبل الفايل، قبل الامتحان الميد، انه انت جزء من هالبارالل ريجن بدك تنفذه في وان، في وان ثريد، بكيش يتنفذ في كل ثريد، فانت بتحطه جوا سينجل بلاك. طيب مع الفور مرات ممكن نستخدمها، مع الفور كويسه لانه مرات كثير احنا يعني بدنا الاشي هذا، فممكن تحدد بار ليست زي ما شفنا كوما سيبريت لايت ليست اوف فاريبلز. ف لاحظ انه في اكزامبل هون عندنا انه والله انا في عندي 4 وفي عندي بستخدم temp. لاحظ temp هذا اكيد معرف somewhere قبل، يعني هذا temp ما بقدرش استخدمه انا هون لحاله، هيك بده يكون معرف somewhere ونوعه من نفس نوع الاي سب اي او الاليمنتس تبعون الاري، عشان هيك بقدر اقول اي سب اي او temp بتساوي اي سب اي، اي سب اي بتساوي بي سب اي، بي سب اي بتساوي temp. بدي انا اغير قيمه temp لانها موجوده في 4، وهاي القيم قاعدين احنا بنعمل سوابنج على اليمنتس تبعون اري. عندي اري حجمها ان، بعرفش 100 200 1000 2000 مليون اللي بدي اياه. اجيت انا حجم الاري هاي بدي خلينا نحكي ابدل ما بين خلينا نحكي الاي والاي سب اي والبي سب اي، مش هيك؟ بدي اعمل سواب. في عندي مصفوفتين، انا هون في عندي مصفوفتين، مصفوفة اسمها A ومصفوفة اسمها B. ممكن يكونوا A و B pointers بيأشروا على نفس المصفوفة، وهي كارثة هون لأنه تقع بتبدل. بس في الحالة هاي أنت بدك تأخذ A sub I، بدك تحطها بدك تبدل بيناته، فاحتجت إلى متغير ثالث اللي هو temp تحط على جنب. فبدك تشيل من A تحطه في temp، بعدين بدك تشيل من B تحط في A اللي خزنته قبل شوي في التيم، عادي لو ينكتب فوقيه الآن لأنه مخزن عندي في التيم، بعدين ترجع على التيم تحطه في ال B sub I، بتكون أمورك تمام. طيب هذا الحكي كويس إذا كان sequential، كويس إذا كان في عندي one thread ما فيش مشكلة، بس لما صير في عندي أكثر من thread بصير في إشكالية. شو الإشكالية؟ أنت قاعد بتمشي على محتويات الأرية، مش هيك؟ حتى لو انه الاي قاعد بتتقسم بالبارلل 4، يعني اذا ان خلينا نحكي 100، اذا ان هي 100 وعندي ان البارلل 4 عندي 4 ثريد، خلينا نحكي عدد الثريد نفرض انه 4، فكل ثريد راح ياخذ من 0 ل 24، من 25 ل 49، من 50 ل خلينا نحكي 74، من 75
لمية، فكل ثريد بياخذ 25 مورنا كويس الاشكاليه، او 99 اخر واحد من 75 ل 99. بس الاشكاليه وين يا شباب؟ الاشكاليه انه التمب هاي مشتركه، فبصيروا الثريدز يداربوا على بعض. الان صار ايش دخلت معناته في موضوع، في موضوع انه راح احصل على الريز مش صحيحات، راح احصل على الريز مش صحيحات. انا كان قصدي قبل اللوب ابدل قيم A في B وابدل قيم B في A، فبدي في عندي مصفوفتين بدي ابدل في بينهم كارث شيكه، مصفوفه A ومصفوفه B، بدي ابدل محتويات الاليمنتس اللي قبال بعضهم نفس الحجم الشيكه، بدي ابدل في محتويات الاليمنتس بعضهم. الان الكارثه وين؟ في التم، تم مشتركه ما بين الأربعة ثريدز اللي عندي، تلاقي القيم الأريز ضاعت وبعضها مش مزبوطة ومعظمها مش مزبوطة راح يكون، لأنه كل واحد عنده تم خاصة فيه وكل واحد تم هاي مشتركة بينهم، فواحد بحط تم بعد شوي واحد ثاني بيمسح القيم اللي في التم، فلما بيجي فبتصير عجقة، فهذا خطر. فالأصل إنه التم هاي انها تكون معرفه على انها شيرد ولا برايفت؟ اكيد برايفت، لانه بدي انا لوكال فاريبل خاص اسمه تيمب لكل ثريد، ما بدي انا تكون شير. فالاصل انه نعمل برايفت للتيمب، والطريقه اللي بنعمل فيها برايفت للتيمب انه بنحدد نوع الفاريبل، نقول هو معرف، بعده معرف مش هيك بشكل مسبق، معرف somewhere before البر ريجن. اجينا لما قلنا برايفت، الان انشا فاريبل جديد لوكال مش هيك لوكال لكل ثريد، فكل ثريد صار عنده تم خاص فيه. الان عندنا وضعنا صار افضل واحسن. طيب فنشوف مثال ثاني. فلاحظ انه انا في عندي اكسون، طبعا يعني ممكن انا اتحايل على البرايفت واعمل شيء بطريقه ثانيه للبرايفت، انه بكل فاريبل اعرف الفاريبل اللي بدي اياه برايفت واعطيه الانيشال فاليو. هذا الحكي بيعمل نفس عمل البرايفت. فالان انا بدل ما اقعد اعمل تيم بعملت انتجر تيم مثلا، بس الان اشكاليه هاي انه في كل مره بده يعمل نيو لا او تعريف، في كل اتريشن بده يعمل يعرف الفاريبل هذا من جديد، فبتلاقي انه وبدي اطلع من اللوب وترجع، فبتلاقي انه الوضع وضع معجوب. بس هذا الحكي فاليد ما فيش مشكله، انه هذا الحكي راح يتنفذ في اربعه ثريد، كل ثريد عنده الفاريبل الخاص فيه اللي اسمه اكس، وبحل الاشكاليه وبخلص من الاشكاليه اللي كانت موجوده عندي. فاذا بنشوف هون البرايفت، لاحظ هاي البرايفت اكس، هاي المثال اللي عندي الان. هو ايش هو هون عاملها برايفت وعاملها طيب هي جزء. طيب نيجي نعمل له كومبايليشن بلا داتا برايفت 1، نيجي نعمل له كومبايليشن ونشوف داتا برايفت 1 مش هيك، داتا برايفت 1 هي عملنا الكومبايليشن، نعمل a dot out، وبتلاحظ انه بالاخير الشيرد الجلوبال فاريبل ما تاثر. طيب كيف طلعت معنا النتيجة هون؟ هاي قيمته 3، أنا بطبع قيمته، طبعاً بعملش increment هون، بعمل أو حتى لو عملت increment ما عندي مشكلة، مش كل واحد قيمته راح تكون هاي، بعمل increment هون post increment صح؟ post increment لاحظ، أو خليها pre increment، أو خليها بالطريقة اللي بدك إياها، ممكن ما تحطها شو، ممكن تحطها هون x plus plus مثلاً x plus plus post increment. فالآن راح يطبع لك 4 في كل ثريد، راح يطبع 4، بس لما يجي على ثريد البراني راح تلاقيهم ايش، راح تلاقيهم بعده 5. فاذا بنرجع على البرنامج تلاقي انه اول كل ثريد طبع لي قيمه 4، ثريد رقم 1 وثريد رقم 0 و1 و3 و2 طبع لي قيمه 4، بس الثريد الاصلي الماستر ثريد بعده محافظ على قيمه 5 وما تغير. طبعا انا هون يعني هاي عاملها هون وعاملها هون، فعامل يعني زي ما تقول مرتين، بس لو شلنا هاي الامور بتضلها نفس الشيء. فعملنا انيشال قيمه 3،
ما راح تغير. لاحظ انا هون مش معرفه، مش معرف الفاريبل هياته، بدي اعط عليه كومنت، فعط مدام حط عليه كومنت معناته مش معرف ومش بالاكسكيوشن. اللي بصير انه تعال على الكود اعمل ريكومبايل، اعمل ريران، بتلاقي بعطاك نفس البيهيفير. فالاصل انه اذا بستخدم برايفت اصلا ما عيدش التعريف. اذا شلت برايفت من هون كانك يعني دشلت برايفت من هون واجيت انا طبعا هيك مش مشكله هيك صار شيرد، بس اطلع بلاقيه قيمته 4 هون او بجوز اكثر من 4 يعني، حتى لانه الثريدز مشتركات مش هيك. فممكن اذا يعني استخدمنا الطريقه هاي فبتلاقي انه ممكن ما عنديش انا خلينا نحكي فكره عن شو اللي بصير مش هيك، لانه كلهم بزيدوا وهاي الزياده مش هاي الزياده نفسها اكس بتساوي اكس زائد 1، فهاي اشكاليه. فممكن تسبب لي مشاكل وما لاقيهوش. خلينا نحكي يعني هون 5 ممكن ارجع الاقي 5، ممكن ارجع الاقي 6، ممكن بعرفش حسب اذا دخلوا مثلا يعني لو زدنا هون بجوز خلينا نحكي 16 بتلاقي انه وهون مشان بس العدد نقول خلينا نحكي هون نبلش هو ليش بزيد؟ لانه كل ثريد بيعمل قيمه انيشال فاليو بعدين بتعملها انكريمنت. الاشكاليه انه يصير ممكن في الحاله هاي هو شيرد مش هيك، ممكن يجي واحد يعمل كونتكست سويتش يصير بالمنطقه هاي او بالمنطقه هاي. فهاي هون ما بين تو ستيتمنتس هذول اذا بصير في كونتكست سويتش بصير في مشكله مش هيك. فمش شرط انه نلاقي القيمه بالنهايه 2 مش هيك. فالان لاحظ انه هو شيرد بس ما يعني، وحتى لو طلع لنا 2 بس ما بتضمنها لانه ممكن يصير في عندك كونتكست سويتش. طيب فاللي بدي احكيه انه شو اللي بصير انه الاصل انه استخدم برايفت. هيك اذا بدك اياه برايفت استخدم برايفت، مش داعي تعرفه من جديد هاي القصه. برايفت التغنيك عن الحكي هذا بتضمن انه لما تيجي هون تلاقي بعده 5 مش 2 زي ما شفنا. يعني هون كانت اخر قيمه 2 بس بعد ما طلع لنا الان راح تلاقيه بعده 5 حتى لو الثريدز هذول اللي جوا غيروا. طيب هاي بالنسبه للبرايفت. فالبرايفت مهم ممكن يغنيك عن اعاده التعريف هون. طيب هاي هون اعطي المثال، هاي المثال بطريقة أخرى. أنا هون حاط dangerous. ليش dangerous؟ لأنه حدا بيقدر يعرف ليش dangerous هون الوضع، ليش في خطورة بالرغم من إني معرف variable x هو private. لأنه أنا ما بعرف الـ initial value تبعت X، أنا مباشرة رايح إيش عامل increment. وبرايفت يعني ممكن تيجي تلاقيها أول initial value صفر و X بتساوي X زائد 1 بتلاقيها 1، يعني لما عدنا تعريفها. بس هذا guessing يعني من implementation ل implementation. يعني أنا جربتها قبل المحاضرة كانت على الـ MBI عفوا الـ OpenMB version اللي عندي بتعطيني صفر، فلما أجي أطبعها بطبعها 1 بس ارجع اكيد اللي برا هاي بعدها 5. فاذا بتيجي انت هون نجي على الكود، والله نشوف الكود. اذا بنيجي على الكود وين برايفت 2 فهي تو ستيل دينجرس. فاذا بنيجي نعمل كومبايليشن للبرنامج هذا هون نحله البرايفت 2 اسمه مش هيك، اسمه برايفت 2 ونيجي ننفذ بنلاقي انه وكل الثريدز قاعدين بعطونا 1 مش هيك، قاعدين بعطونا 1 لانه ممكن الامبلمنتيشن اللي موجوده عندي هي بتعطيني الانيشال فاليو، تعطيني الانيشال فاليو للفاريبل اللي برايفت بصفر. بس افرض انتقلت على ماشين ثانيه او انتقلت على كومبايلر ثانيه او على عملت ابديت للاوبن ام بي امبلمنتيشن او جي سي سي فيرجن جديد وكانت انه بعطيها value. خلينا نحكي داتا مش خلينا نحكي هل تضمنها، فانت ممكن تطلع في قيمه اكس وانا جوا الثريد قيمه خطيره.
فهاي إشكالية، هاي إشكالية، فبتكيش أنت توقع في المشكلة هاي. وإذا بستيل بتفكر إنه ممكن واحد من الثريد وهي برايفت واحد من الثريد يغير على قيمة X، فبتلاقي إنه دينجرس. طبعاً هاي الأمور لا مش 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 صحيحة، الكل ثريد له اللوكال فاريبل والخاص فيه. طيب هاي بالنسبة للشيرد والبرايفت. طبعا ممكن تستفيد منهم وين؟ تستفيد منهم في انه يكون في عندك مثلا بارالل فور، مش شرط بارالل، نستخدم ممكن تستخدمها مع البارالل فور، ممكن تستخدمها مع السكشن او السنجل، مش هيك كونستراكت. فالان في البارالل فور مرات تحتاج انه يكون في عندك لوب براني مثلا، وبعدين في عندك لاحظ الاي معرفه برا البارالليجن، في عندك شيء معرف جوا البارالليجن، فبدك الجي اذا اي وجي معرفات برا البارالليجن وبتستخدمهم هون، فهون ممكن اشكاليه تسببها عندك انه يصير في سايد افكت، مش هيك؟ فمرات انت بدك الجي هاي بس مثلا جوا الثريد هذا، فممكن تعرفها هون بالطريقه هاي، ومرات احنا بنعرفهم جوا الفور فبسهلوا علينا شوي ننجو في المساله هاي بدون اي سايد افكت، بس مرات بتكون جلوبال، فاذا كانوا جلوبال بيزبطلوا شير، فبدك تعرفهم انت جوا ال 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 الفور. الطريقة هاي ممكن انه نحمي حالنا اذا معرفين برا البارالل ريجن خارج البارالل فور، فممكن تقول شو بدك اياه برايفت شو بدك فيها بابليك، عفوا شو بدك اياه برايفت وشو بدك اياه شير. في الاصل انه حتى تستخدمهم اي وجي ثنتين، يكونوا اي وجي ثنتين التو لوب فاريبلز يكونوا برايفت لكل لوب، لكل انه هذه اللوب راح تتقسم على أنف على عدد من الثريد، مش أن ثريد، جزء خلينا نحكي كي من الثريدز، والثريدز هذولا الآن هاي راح تقسم على كي، إذا أن 100 والكي 4 فكل واحد بقى 25، فزي ما كنا نحكي قبل شوي، فالآي والجي بدك إياها خاصة في كل في كل في كل في كل ثريد، فالأصل إنه تكون بطريقة أفضل. طبعا من الشكل هذا اللي هون بتشوفه عندك هون براغما او ام بي بارالل فور، بتلاقي انه شو بتلاقي؟ تلاقي انه في عندك اي وجي وكي، هاي ماتريكس ملتيبليكيشن باي ذا واي، وهي راح نعطيكم اساينمنت عليها انه تجربوا لنا اياها باستخدام الاوبن ام بي. فاذا بتشوف هون الثري نستد لوبز، الثري نستد لوب انا عامل بارالايزيشن، اكيد عامل بارالايزيشن للي فوق، بس اذا الاي والجي هذول لازم يكونوا عندي برايفت، مش هيك؟ والاي بي سي اكيد لانهم المصفوفه هاي سي وهاي السي وهاي الاي وهاي البي، بالذات عندي السي لان سي قاعد بكتب فيها، فلازم اهتم في الموضوع. بس اذا انا عاملهم بالشكل الصحيح فاكيد هم الماتريكس ملتيبليكيشن، الحلو فيها انهم اندبندنت، مش هيك؟ اندبندنت، فانت بتاخذ مصفوفه ومصفوفه وبتعدل في مصفوفه ثالثه، ف حتى لو بتقرأ الصف من المصفوفة الأولى أكثر من مرة وبتضربه في كل كولوم في المصفوفة الثانية، فأنت قاعد تقرأ A و B، بس اللي بتعدله أنت بتعدله C، وسهل تقسيمهم matrix multiplication، سهل تقسيمهم، بأخذ وقت طويل بس سهل تقسيمهم إلى parallel threads أو parallel processes زي ما راح نشوف الأنبياء. فالأصل إنه نشوفه. طيب الآن الـ first private والـ last private اللي شفناهم هما حالة خاصة زي ما قلت من مين؟ من الـ private. فإذا بدك الـ initial value، إذا بدك الـ initial value للـ variable var هذا إنه تكون نفس الـ global، فحطه first private أو يبلش من هو local هو private، إلا إنه الـ initial value تبعته يعني هون راح كل thread يطبع لك إيش؟ يطبع لك 5 زائد 1 6. ليش؟ لأنه معرفه أنا باستخدام الفيرس برايفت. فالفيرس برايفت بتساعد عليك، بس لما ترجع أنت وتطلع من اللوب بتلاقي بعده 5. فهاي شغلة كويسة ومفيدة في بعض الأحيان. إذا بنقول فيرس برايفت مثلا، نشوف وين هاي الفيرس برايفت اللي هو داتا فيرس برايفت، ممكن إنه ننفذ لكم إياه وتشوف إنه إذا بعمل جي سي سي داتا خلينا نحكي فيرس برايفت 1 وعمل ايش الـ a.out، بتلاقي انه بالرغم من انه كل ثريد عمل كوبي خاصة فيه وزاد قيمة 1، الا انه 5 بعد ما خلصنا الثريد، فما تغير الاصل هون اللي عندي واللي هو هذا الكود
اللي عندي. فهذا فيرست برايفت قال انيشال فاليو بدل ما اعمل جيسنج عليها هنا صفر او هنا خمسة او بعرف ايش. فالفيرست برايفت تحسب لي الموضوع انه الانيشال فاليو اكس راح تكون برايفت بس الانيشال فاليو راح تكون بيست على وشو قيمه اكس حاليا قبل ما ادخل البرا ريجن. فكانت قيمه اكس مباشره هي خمسة فاكيد راح تكون خمسة بزيد عليها بصير ستة. هاي شغلة كويسة. طبعا مرات بدك تأخذ إشي قيمة من هون من البرا ريجن وتطلع فيها على إلى ما بعد البرا ريجن. هاي نسميها اللاست برايفت زي ما راح نشوف هون. في اللاست برايفت عكس الفيرست برايفت إنه أنا بديش بهمنيش الانيشال فاليو وين أبلش بس بهمني آخر قيمة عدلتها على الفاريبل هاد اللي محدده أنا على إنه لاست برايفت ينتقل ويعمل أبديت لمين للأوتكم للريزلت للفاينل. فبعد البرا ريجن بلاقي انه القيمه اللي تعدلت موجوده اللي عدلها اخر ثريد موجوده عندي وين في الماستر ثريد. فبالطريقه هاي انا ممكن اخذ القيمه. فهاي اللاست برايفت. طبعا اللاست برايفت تنطبق على الفور وعلى السكشنز. قبليها في مثال هون بقول لك اذا في عندك مثلا بالطريقه هاي في عندك برايفت في عندك فيرست برايفت للسي فشو هم وفي عندك الفاريبلز هذول فشو هم. فهذا زي اكسرسايز هون تشوف هاي محلول عندك هون يعني شيء كويس انك ترجع للسلايد هاي وتحلهم وتشوفهم. طيب هاي بالنسبه لللاست برايفت. هون في عندي انه انا قسمت البراغما او ام بي بارلل 4 وفي كولابس 2 فالتو لوبز بدهم يعملوا كولابس على بعض مش هيك. فهاي كويس الكولابس مش هيك شفناها في محاضرات سابقه انه اذا في عندي نسبه لوب ممكن اعمل كولابس لتو لوبز او لثري لوبز او لشو ما كان عندي اللوبز اللي عندي مش هيك بحتاجها. مثلا في الميدكس مالتيبليكيشن قبل شوي كان بامكاني اعمل كولابس ل 3 ماتريسز. ف طبعا ورديت كملت نمبر اوف ثريدز فاذا بدي اقسمهم على اكثر من سطر بحط الباك سلاش. فالباك سلاش كويس. ففي عندي لاست برايفت مش لكل الفاريبلز اي وجي وكي مش هيك. يعني عندي ايش اللاست برايفت بس للاي والجي. فهاي شغله كويسه انه انا الاي والجي بدي أعرف شو دخل بعيني. طيب فاللاست برايفت كويس. طبعا بس أطلع هون بلاقي قيمة اللاست برايفت هي قيمة للآي وللجي هي آخر قيمة عدلت جوا هاللوبس اللي عندي. فهاي شغلة كويسة مرات محتاجها. بس الأهم منهم كلهم يا شباب والأهم منهم كلهم هاي اللي هي الريدكشن. الريدكشن هاي مهمة. ليش مهمة؟ لأنه مرات في الثريد بيطلع لي مثلا توتال. مثلا في عندي أري فيها 100 إليمنت بتقسم هالأري أو فيها خلينا نحكي 4 مليون إليمنت وبدي شغل 4 ثريد فكل ثريد بيجمع لي مليون إليمنت كثير بس كل واحد بيطلع لي الصم تبعه. بدي أصير أعمل بارشل صم. إذا ما عملت بارشل صم بصير إشكالية. بدي أعمل بارشل صم. هذا الثريد بده عنده الصم التوتال خاص فيه. هذا الثريد من المليون الثاني. هذا الثريد من المليون الثالث. هذا الثريد من المليون الرابع. جمعتهم. الآن بدي أجمعهم في للماستر ثريد وأعطيهم للماستر ثريد. الريدكشن هاي. الآن ممكن أعملهم أنا مانيولي أحط كل ثريد مثلا أعمل أري بعدد الثريدز وكل ثريد يحط مثلا في البوزيشن تبعه حسب الآي دي. وجمع الريزلت زي ما شفنا في أمثلة سابقة. بس ممكن أنا أختصر على حالي هالتعب هذا إذا بعرف الريدكشن. والريدكشن تيجي شكلها هيك في أوب وفي بار ليست. أوب اللي هي الأوبريشن. الأوبريشن هاي ممكن تكون جمع ضرب قسمة عفوا طرح. ممكن تكون AND طبعا بايت وايز أوبريتر. ممكن تكون OR لوجيكال AND اللي بدك إياه. فلاحظ مثلا أنا ممكن أعمل ريدكشن للصم. فالصم إذا ما حطيت ريدكشن هون هاي البرة للفور إذا شلت منها الريدكشن بلس هاي الأوبريتر كولن الفاريابل الآن بصير عندي كارثة هون في الصم إنه قاعدين نجمع محتويات الأري بس محتويات الأري مش بتنجمعش صح. ليش؟ لأن ليش تنجمعش صح؟ لأن هذول ماشيين في ثريدز مختلفات حسب آخر ثريد عدل عليها بتلاقي الصم فبتلاقيها القيمة مش صحيحة. الآن لما حطيتها ريدكشن بلس كولن صم الآن بتصير برايفت وهو بجمعهم وبطلعهم برا إليك بالصم. فلما بس تخلص اللوب هاي بتلاقي الصم هي 100% صحيحة وبطريقة إيفيشنت بطريقة إيفيشنت. فهاي شغلة كثير مهمة وكثير مستعملها خلينا نحكي. وهاي في مثال عليها. وطبعا في عندنا مثال طبعا في عندنا مثال هون إذا بنيجي هون في عندي الريدكشن
هاي المثال مثلا من المثال الموجود في السلايد، انه انا في عندي اري حجمها او في عندي اليمنتس حجمهم 1000 اليمنت، وكل مره انا بدي اوجد خلينا نحكي الاليمنت زائد واحد، بدي ازيد عليهم واحد وبدي اجمع الاليمنتس هذول. فبتلاقي انه طبعا بدك تاخذ الاليمنتس يعني بدك تجمعهم انت، فانت اذا صفر بدك تزيد له واحد، بدك تزيد واحد الواحد زائد التوتال اللي هو صفر، بدك تجمع الارقام الواحد لألف. بس انا بدل ما اعملها هيك عملتها على فانكشن، الان هي موجوده في بارالل فور، ومش ملاحظ انا مستخدم ريدكشن بلس للتوتال. لاحظ لما نفذوا هسه هذا قبل شوي بدون، والتمب هي برايفت، لاحظوا ان التمب هي برايفت لانه انا بديش تصير في اشكاليه. بس لاحظ لو انه انا اجيت شلت هذول الثنتين ولاحظ شو بده يصير، شو الريزلت اللي ممكن تصير عندي. بس قبل ما نشيل خلينا ننفذ هيك بالاصل الموجود عندي. شو اسم اسم الفايل؟ اسم الفايل data reduction one. reduction1.c نفذ. مجموع الأرقام من 1 ل 1000 هو 5000، أو خلينا نحكي 5 ملايين و500 أو 500,500. لاحظ الإشكالية اللي هون، يعني إذا بدك تتأكد من الحكي هذا خلينا نصغر اللوب هذا، خلينا نقول الأرقام الأرقام من واحد ل اللي هي لهم معادلة أن في أن زائد واحد على اثنين، مش هيك؟ فخلينا نقول أرقام من واحد لعشرة. سيف نفذ أو عمل فهي الأرقام، مجموع الأرقام من 1 إلى 10 هو 55، مش هيك؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اجمعهم على الحاسبة بتلاقيهم 55. طيب لاحظ إنه أنا الآن لو اجيت شلت هالشغلتين هذول، سيف بتنفذ في 4 ثريدز، لا تمب برايفت ولا التوتال محمي باستخدام الريدكشن. فبتلاحظ انه النتيجه راح تكون بعيده كثير عن ال 55 اللي المفروض تطلع عندي، طلعت 40، نفذ 49. ما في قيمه ثابته راح تحصل عليها، ممكن تحصل على النتيجه اللي هي ال 55 اذا كنت هاي حصلنا على ال 55. بس لاحظ كل مره 44 55 رجعت 40 48 49 حسب انت حظك شو 52، كيف تمشي الامور ما بتضمنها. فعشان هيك طبعا هذا الحكي حتى لو رجعت البرايفت للتم ما بيعمل، ما بيغني، بدك انت الريدكشن للتوتال لان التوتال قاعد بتغير، هو توتال بيساوي توتال زائد تم. فالان اذا بتسيف هيك هي عملت كومنت بس على مين؟ على الريدكشن. الان اذا بتيجي بتنفذ او بتعمل ريكومبايل وبتعمل تنفذ الحكي هذا، اعطانا 54، نفذ 40، لاحظ 37، كارثة. ف الريزلت مش صحيحة، هي تعطيك مرة واحدة الريزلت مش صحيحة تكفي. فعشان هيك مستخدم الريدكشن. طبعا ممكن هنحله هون، انا مرجيكم هون حل في البارشل صم، انه هاي التوتال اذا بس المشكلة هي في التوتال ممكن تحلها باستخدام البارشل صم، انه تقول لكل اي دي حسب الثريد طلع الثريد اي دي وتعرف الري بعدد الثريدز اللي عندك في حالة هاي الري اوف 4 مثلا وصفر واحد اثنين ثلاث، وكل ثريد يعدل على البوزيشن الخاص فيه في الري، وبعدين انت تجمع الاليمنتس الموجودات في الري. هذا الحل موجود هون في الدات برودكت اللي موجود هون ما بين، طبعا الدات برودكت انت في عندك مصفوفتين قد بعض تضربهم في بعض تجمع الاليمنتس تبعاتهم، يعني تكون في عندك تو فيكتور تطلع برقم انت. فمستخدم البارشال صم هون انه عامل الري وعاملها انيشاليزيشن طبعا لانه بعدد الثريدز اللي عندك، وبعدين كل ثريد بيعمل ثريد خلينا نحكي بيضرب الاي سب اي في البي سب اي وبجمع في مكان واحد. فالبارشال صم هاي الري مشتركه بس البوزيشن هاف التي اي دي هو اللوكال. التي اي دي طبعا اكيد بدك تعمله لوكال، اذا عملته خلينا نحكي جلوبال بصير مشكله، فبدك التي اي دي تكون لوكال او برايفت. هون حتعرفناها جوا البرا ريجن فهي برايفت. ها
هذا الحل. فهون بدون الريدكشن، بس هون في الحل في المثال الاخير اللي موجود عندكم هون ايش انه عملناها باستخدام الريدكشن، باستخدام الريدكشن. تلاحظ كيف الحل انظف واقصر واسهل و خلينا نحكي كلينر، خلينا نحكي بافضل بطريقه فبالطريقة هاي بنشوف انه خلصنا الداتا، او خلصنا خلينا نحكي الداتا انفايرمنت فاريبلز واللي حكى البرايفت والشيرد والفيرست برايفت واللاست برايفت والريدكشن اهم جزء اهم شيء، وشفناهم باكزامبلز. في عندكم على الويب سايت كمان مجموعه من الاكزامبلز اللي شفناهم قبل شوي، فهذا الشيء خلينا نحكي بروح هاند ان هاند مع السلايدات، فممكن تشوف محتويات السلايدات بالاكزامبلز والاكزامبلز محتويات السلايدات، فهذا شيء كويس لما تقراوهم وتشوفوهم. فبنقول لكم يعطيكم العافيه، شكرا لكم، نشوفكم المحاضره الجايه اذا ما في حدا عنده اسئله. ما فيش، موفق ويمنع. طيب، وشكله عندكم امتحان بعد المحاضره، فالله يعطيكم العافيه وكل التوفيق.